القاهرة واحد يدق تجمعات للغزاة والمرتزقة بمعسكر النصر بمعرف. تشاهدون صورا ومشاهد جديدة للجثث المرتزقة وغنائم خلال كسر زحوفات فاشلة للعدو في جبهة ميدي. وفي الربوعة بعسيرة جيش واللجان يتصدون لمحاولة زحف فاشلة لجيش العدو السعودي. شهداء وجرحى في غارات العدوان على صعدة وحجة، فيما مرتزقة العدوان والقاعدة يقصفون منازل المواطنين بمديرية حسيلان في شبر. وضبط خلية إرهابية كانت على وشك تنفيذ عمليات إرهابية في أمانة العاصمة. المهاجرون السوريون بين مطرقة المشروع الصهيوني وسندان ابتزاز المجتمع الدولي.